السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء شطر المسجد الحرام فإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم الشطر لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا نصيرا قالوا يا موسى
وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها حتى يخرجوا منها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله وتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. قال فاهبط منها فما يكون لك تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال اخرج منها مدعوا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يحذر المنافقون نزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل
استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون قل من يرزقكم من السماء السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أو لتعودن في ملتنا لنهلكن الظالمين قال فاخرج منها فإنك رجيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس